إياك أن ترد الحق على من جاء به كائنا من كان، وإلا فقد انطويت على الكبر، والكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة منه. الكبر بطر الحق، دفعه ورده على من جاء به لأي سبب من الأسباب. ترد الحق؟ كيف ترد الحق؟ ولماذا ترده؟ الحق نافذ ومستقيم، فلماذا ترد الحق؟ وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إن رددت الحق أخذت الباطل، هما اثنان لا ثالث لهما، حق وباطل. رددت الحق أخذت الباطل، أترد الحق؟ بطر الحق وغمط الناس، ازدراؤهم واحتقارهم والنظر إليهم بمؤخر العين، إلى غير ذلك مما يتنفج به كثير من الناس بدون حق. يعني ليس هناك أصلا ما يدعو إلى ذلك، يعني ليس هناك سبب لأن يتكبر أصلا، لا من نسب ولا من حسب ولا من مال ولا من جاه ولا من منصب ولا شيء. لماذا تتكبر؟ ولو أنه ملك ذلك كله، فمعلوم أن كل إنسان في بدئه ما كان إلا نطفة مذرة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تفل في راحته وحرك بأصبعه وقال: من مثل هذا خلق الإنسان. الإنسان إذا وجدها في ثيابه احتلم، فوجدها في ثيابه يستقذرها، منها خلقت. ثم بعد ذلك ينتهي بك الأمر إلى الجيفة القذرة، لابد مهما كنت لابد أن تكون جيفة منتفقة، كما قال عمر بن عبد العزيز: لو أنك رأيتني بعد ثلاث انتثرت الشعور وانتفخت العينان وانقدت البطن، لأن ما فيها من الكائنات الدقيقة التي تعيش فيها تبدأ عملها حينئذ، تنتفخ البطن وتنتفخ حتى تصل إلى المرحلة التي تنقد فيها بصوت، ويرتع فيه من الدود ومن هوام الأرض ما يرتع. آخرتك لن تخرج عنه، من تكون لن تخرج عنه، وأنت ما بين هذا وهذا تحمل في بطنك ما هو معلوم، وهو ما بينهما، ما بين النطفة المذرة والجيفة القذرة، يحمل العذرة التي إذا خرجت من بطنك استقذرك الخلق وحادوا عنك وعن طريقك. من تكون وما تكون؟ عبد وابن عبد وابن أمة، من تكون؟ اتق الله ربك، واعرف قدرك، وقف عند حدك.